فالأذكار الصباح والمساء لها وقت معين أو غير ذلك. وإذا لم يستيقظ الإنسان إلا بعد شروق الشمس فهل له قولها في ذلك الوقت؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أذكار الصباح هي التي تقال في أول الصباح، وأذكار المساء هي التي تقال في آخر النهار أو في أول الليل، وذلك بعد صلاة الفجر، أحسن ما يكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أو قبيل غروب الشمس، هذا وقت أذكار الصباح والمساء. وفي أي وقت يذكر الإنسان ربه عز وجل بأنواع الذكر الواردة في الكتاب والسنة من ليل أو نهار، فإن هذا شيء طيب وشيء مشروع وفيه أجر، أن الله سبحانه وتعالى أمر بذكره كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأفضل الأذكار ما كان أدبار صلوات، وكذلك في غيرها من الأوقات وفي إقبال الليل وإدبار النهار، و كذلك العكس بعد النهار وإدبار الليل، يفتتح الإنسان يومه وليلته بذكر الله عز وجل، لأن ذلك يسبب حفظه من الشيطان ويسبب حياة قلبه ونور بصيرته. الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ذكر الله سبحانه وتعالى فيه حياة قلوب ونور البصائر وفيه تيسير أمور الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، في الحديث القدسي: أنا مع عبدي حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني ملائكة عليهم الصلاة والسلام. ذكر الله جل وعلا مطلوب من المسلم كل وقت، ولكنه في أول النهار وفي آخر النهار وأول الليل أفضل في هذه الأوقات والساعات. جزاكم الله خيرا. إذا سؤال أختنا تقول: إذا لم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس، هذه مصيبة كونه لا يستيقظ إلا بعد شروق الشمس. ليس الأمر القضية قضية الذكر وفوات الذكر، القضية قضية فوات صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لها وقت محدد، لا يجوز تأخيرها عن وقتها. ولكن إذا قدر أن الإنسان يغلبه النوم مع نيته إقامة القيام للصلاة، لكن يغلبه النوم في بعض الأحيان، فإنه يكون معذورا في هذه الحالة، وإذا قام يذكر الله عز وجل في أي وقت له. جزاكم الله خيرا. والمرأة قد تكون معذورة ولا تقوم إلا بعد شروق الشمس، فحينئذ هل لها أن تقول تلك الأذكار؟ نعم، إذا كانت المرأة مثلا حائض أو نفساء ولا تصلي وتنام ولا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإنها تذكر الله عند قيامها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.